مساء الخير. هذا المساء عندي ماشي صباح الصباح. انا في عطلة في كونجي. ايوا كندوز كونجي. بديت الاسبوع الاول فواحد المدينة بعيدة على مونريال. راه كنلوح فيديوهات مرة منها سميتها صالة بيغيدو فالي فيلد. انا نقلب الكاميرا واحدة من الشوارع ديال هاد المدينة. هنايا تبغي تسمع بنادم كيهضر ما كتسمعوش. تبغي انا غادا وكنهضر نقص الصوت. تبغي تسمع شي كلب كينبح. تبغي تشوف شي طفل تقول كتعرفش هاد الديور هادو واش فيهم الناس ولا خاويين ولا عامرين ولا هادو المدن. هما مدن قرى. حضرني ضربتني يدي كان هنا بحال داكشي ديال زاكورة واكدز كيخرج كيطلق مع شي حد في الزنقه ولا بالصدفه قليل فين كيطلق مع شي واحد كيقول لك بونجور. يرك بونجور مدام بونجور مسيو. الناس المدن الحقيقية اللي دول عندها المواطنين وعندها منتخبين تابعين الملكية ديمقراطية حقيقية ماشي ملكية كتضحك وكتنز على الشعب. هنا مواطن عادي مواطن دابا كتشوف الديور مواطن عادي خدام وصافي عنده الحق يشري الدار وعنده الامكانيات. يعني ماشي خصك تكون لاباس عليك باش اللي لاباس عليهم راه كاينين في بلايص اخرى. واخا مثلا بحال دابا مثلا هنا كاينه واحد مثلا هنا كاينه واحد المناطق هنا نيت هاد المدينه وهادو المدينه الصغيرين اللي حداها كاينه صالة بيغيد وفاليفيل كاينه سانزوتيك كاينه كوتو دو لاك كاينه فودغوي دوريون. هادي منطقه لا مونتيريجي في الغرب ديال كيبيك. هادو كاينه مناطق ما كاينه مثلا بلايص اللي هما يعني 100% بوردولو. دابا هاد الشارع اللي انا فيه سميتو لي بيوني. الشارع اللي غادي باراليل سميتو بوردولو. الحقيقه غادي نرجع تما باش نكمل الفيديو من تما ونخرج. شارع سميتو بوردولو لانه هو جا فعلا على بوردولو جا على الضفه ديال الواد. والديور كاينين المهم كاينين الناس عندهم ديور كيطلعوا على الواد مباشره ولكن عندهم دي تيران كبار بزاف. تيران اللي قدام ديورهم ورا ديورهم كبار. نقدروا نقولوا دوك الديور غاليين مثلا ولكن هنا انسان خدام عادي يعني خدام ماشي كيقطع يا اخي هذا عادي خدام يعني عنده 20 دولار كاع للشهر 20 دولار للساعه. وسورتو الا كان مرا وراجل وعندهم وليدات كيقدروا يشريو ماشي مشكل عادي يعني ماشي شي حاجه حتى كما دايز بنادم. بحال دابا ملي كنت في مونريال كندوز كتشوف كتسمعوا هنا ما كاين لا طوبيس ما كاين. قال لك واحد الطوبيس بغيت نركب فيه عيط ليهم دخلت لابليكاسيون ديالهم سميتو تاكسي بوس قال لك لا قال لك لا ما كنتيش عندك لا كارت ساكنه هنا ما غتركبيش داك الطوبيس. قال لك ما تركبيش داك واخا سيدي حتى نكون ريزيدونت حيت اصلا هما هاد الخدمات العموميه
بحال الطوبيس داكي. هنا كل واحد عنده طوموبيلته صافي. الدار المراه عندها طوموبيلتها، الرجل عنده طوموبيلته، الاولاد الكبار كل واحد حتى هما طوموبيلته ونايضين. هنا ما كيتسنى ولا نقل عمومي لا حتى حاجه. هذا باش مدن الكبار لا بحال مونريال، مترو طوبيسات وداكشي. باش تعرفوا والخدمات كاع ديال هاد المدينه. هنا الخدمات المدينه ديال لافيل ما تقدرش تستافد منها، بحال دابا سونتر دو سبور اي لوازير، بزاف د الخدمات الا ما كنتيش مسكن المدينه وعندك بروف بانك ساكن ما تستافدش. بحال دابا مثلا هنا لابيسين ديال البلديه احسن من لابيسين بريفي. هنا لي سال دو سبور البلديه احسن من لي سال بريفي. كاينين لي سال دو سبور بريفي، كاين كلشي بيسين كلشي، ولكن ديال البلديه احسن ورخص، احسن ورخص. داكشي علاش هذا داكشي علاش كيشترطوا عليك تكون عندك لاكارت ديال انك ساكن. يعني لاكارت هي تجيب شي بروف وتتمشي للبلديه وتصيبوا الكارت بانك ساكن. اي حاجه فيها العنوان ديالك، واخا تكون غير ورقه ديال الضو تليفون كنت خاد باي شي لعبه هادي. دونك وعاود هنا عنده واحد الطابع شي شحال ديال الخطوه. الشوارع شحال واسعين، الهدوء التام، الهدوء التام، حلا بنادم ما ساكنش. فيها هاد المدينه فيها مهم مدينه قريه فيها كامله فيها 42000 ديال السكان. فيها نسبه مهاجرين اغلبهم من امريكا اللاتينيه. دابا كيبانوا لي شي شويه ديال المغاربه والعرب ولكن قلال. داكشي قليل، ولكن النسبه ديال اللاتين اكثر. اذا اللي تيقولوا كندا ديما فيها البرد ديما فيها الثلج، ها نتوما شتي كندا راه يقتلك الصاد. كندا الناس في الصيف ها ماش كيخرجوا طوموبيلاتهم دو بورت وكيخرجوا لي موطور الكبار ماشي حتى بحال هذا اللي جاي. لي موطور الكبار هذاك هارلي دافيدسون، هذاك الكبار سيرتو هارلي دافيدسون، حيت هنا كاينه شركه كبيره اللي كتبيع الهارلي. كنيسه ديال هاد الكارتي، ها هي الكنيسه ديالهم. دابا حنا هاد الديور عندنا في المغرب، هادو الديور يعني ديال الناس عاديين، يعني ناس خدامين مع راساتهم، عندهم سالير، عندهم خدمه صافي. لا بنك تتعطي المراه والراجل، لا بنك تتعطي المراه والراجل الكريدي باش يديروا هذا، والكريدي الفوائد ديالو قليله مقارنه مع المغرب. الفوائد قليله بزاف والاقتطاع ما تيكونش كثير، الاقتطاع ما تيكونش يعني ما تيكونش غالي بزاف باش الناس ما كيتأزموش. هادشي باش انا اللي كيعجبني هانت ها واحد البنيته غاده كدير طروتينات. دونك
غادي نمشي مع هاد الشارع هذا. هانت الطريق كي دايره هادو راه القريه هادي راه العروبيه. انا بنت ليا غنبقى نسمي القناه ديالي بدويه في عروبيه كندا، حيت ما بغيتش نقول عروبيه، حيت لا قلت عروبيه عروبيه نسبه للعرب. انا ما تنعتبرش راسي عربيه، تنعتبر راسي امازيغيه ناطقه امازيغيه ناطقه بالعربيه. او امازيغيه ناطقه بالعربيه، ويعني غنبقى نقول على راسي بدويه في العروبيه ديال في الباديه ديال كندا ديال الكيبك ديال غرب الكيبك. ونبقى نوريكم المظاهر اش من عروبيه. ربما احياء في المغرب اللي نعتبروها احياء، زعما ساكنه فيها البرجوازيه ديال المغرب، داك حي الرياض في الرباط، داك عكراش، داك طرق الزعير فين ساكن الملك وخواتاتو والوزراء والسفراء، هادوك اللي تي الصور اللي دايرين على، شوف هنا واش شي واحد داير الصور بعدا. لاحظ ما كاينش حاجه سميتها الصور ولا سميتها لا كلوتور ولا السدان، كلشي مفتوح على كلشي، الجيران مفتوحين على بعضهم، كاين اللي كيدير شي كلوتور صغيره. سيرتو انا كان عندهم الدراري الصغار عندهم القطيطات، حيت القطيطات هرابين بحال الدراري الصغار. هادوك القطيطات كيهربوا بحال الدراري الصغار ديال داك لاج اللي كيكونوا بعض المرات كيخرج عام عامين يقدر يخرج صافي كيديروا شي لعيبات قدام باب دارهم ماشي على لي جارتان. دابا بحال دابا هادي الدار مسدوده، الوغ شوف انت كدوز كتستمتع بالخارج ديال الدار، يعني لي سباس المشترك الفضاء المشترك هو الاجمل. لا من طرف الناس كيفاش كيعتنيو بالفضاء الخارجي ديال ديورهم، هانت بالفضاء الخارجي ديال ديورهم، ولا البلديه والمسؤولين الجماعيين المحليين ديال اللي منتخبين اللي هما كيفاش كيهتموا بالمدينه. توحل غير مع لي بوبيل، كيعطوك ثلاثه ديال لي بوبيل الدوخ كيفاش تبقى تعزل، كيفاش تبقى تعزل، كيفاش تبقى دير تخي. سيروا شوفوا حي الرياض وطرق زعير وداكشي، شوفوا شي الدوله هي كاياك، سيروا شوفوا كاع حدا القصر وحدا في ساكنين النخبه في ديال المغرب، شوفوا واش كيديروا النظام ديال التخي ديال الفرز ديال النفايات. ما كاينش دوله عايش فيها اللي كيحكم كيعتبر هذاك الموارد ديال الدوله ديالو كيدير بها ما بغى، وهذاك مسكين اللي صوت عليه واللي كيقول لي عاش تيقول لي انا عايش بيك وبفلوسك. ها الموتور اللي قلت هارلي دافيدسون غادي يحمقني انا داك الموتور، ما مشيت تنصاحب مع شي واحد عنده بعدا ومن بعد نتعلم نسوق ونشري شي واحد. الموتور في الصيف هو شي حاجه متعه كبيره. اذا كيف قلت شكون اش هاد البلاد دابا مثلا كاين اللي كيقول لك لا تقارنيش كندا مع المغرب، متقارنوش كندا مع المغرب، علاش ما نقارنوهاش ملكنا ومسؤولونا اغنى من المسؤولين ديال هنا. لا جينا نحسبوا الثروات هادوك ود هادوك، الوزير الاول
نشوفوا كاع حنا الثروه ديال حيت كندا راه تابعه للتاج البريطاني، نشوفوا الملكيه البريطانيه شحال شنو كتملك، ونشوفوا الملكيه ديالنا حتى يغ واش كيحكموا، واش كيدخلوا يديروا البيزنس في البلاد، واش هما تيسيروا البيزنس، واش هما تيسيروا القطاعات الحيويه، واش هما شارينا، واش هما دايرين نفس سميتهم لا. وعاد من هذا الشيء كامل، واخا الملك مثلا يدير اي حاجه في سميتو بصحته، ولكن واخا هو قانونيا ودستوريا راه ما عندوش الحق، ولكن خصك شي يبان على البلاد، اش داكشي ديال المزوق من برا شخبارك من الداخل والعكر على الخنونه. اللي مشى للمغرب 4 سنين فقط باش جيت، 4 سنين فقط انا باش جيت، اللي مشى للمغرب ما كاينش اللي يقول لي شي حاجه تبدلات للاحسن، ما عمري سمعت شي حد قال لي هاد الحاجه تبدلات للاحسن، هاد المصلحه، هاد السيرفيس تبدل، هادي تقادات، هادي والو ما كاينش، ما كاينش اللي يقول لي شي حاجه تبدلات ولا شي حاجه تقادات ولا شي حاجه تغيرات والو. ها نشوف شو دابا الدار قداش، كتجي كتلقى الكراسة جلس فيهم نشر فيهم، شوف هاد عاوتاني واحد كارتي اول حاجة هو الطبيعة، هو الفضاء الطبيعي، لان الفضاء الطبيعي هو يعني بغينا نقولوا هو داك صمام الامان. وعاد هنا كيقيلوا نهار كامل هما الاخبار والسياسيين وحنا والوضع البيئي وحنا وخصنا نهتموا بالبيئه ديالنا وخصنا 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 مهرجانات ديال الاحياء في كل قنت، الباساجات ديال البيسيكلات، الناس كيديروا الانشطه في الصيف في الشتاء، شكون اللي موفر البنيه التحتيه، شكون اللي موفر البنيه التحتيه باش يكون هذا الشيء موفر، شكون موفر؟ المواطن موفر، الدوله، المواطن اش كيدير؟ المواطن كيخلص الضريبه، المواطن كيخلص الضريبه، وهذيك الضريبه كتبان في الخدمات ديال الدوله، في الخدمات، ماشي كتبان في سميتو في الهضرة وفي الخطبة، واللي هضر يلعف، والناس ديما كتنتقد، والناس ديما كتهضر، والناس ديما الصحافة كتكتب وكل شيء، ما كاينش اللي يقول شي واحد اش كتقول، لا علاش كتهضر، حنا دايرين ليك، حنا فاعلين ليك، حنا تاركين ليك، كتجي تنتقد اي كيخرجوا ليك 700 ألف عياش وعياشة، هادوك علاش كيدافعوا؟ هادوك حيت هما واكلين مغمسين في المريقه، ماشي حتى في المرقد بصح، مغمسين في الشياطه ديال المرقه ديال سيادهم اللي ضاربين دايرين ميسال للبلاد. اذا داكشي علاش هنا ما كتلقاش شي واحد كينوض كتنتقد انت الحكومه ولا كتنتقد الدوله، ونوض شي واحد يقول لك نو فيف ترودو، فيف لوغو، فيف كذا، ما كاينش اللي كيرحمهم، حنا العاش الملك وبلدنا وزوينه، راه بلادك الا بغيتي تكون زوينه راه خصك تنتقدها، راه خصك تقارن مع ما احسن، واش حنا كنقارنوا مع ما كفس؟ واش حنا غنقارنوا المغرب بدول كفس منا؟ لا، في السياسه وفي الحقوق ديال الانسان تنقارنوا مع اللي ما احسن، تنقارنوا مع الموديل، مع النموذج، علاش؟ لان تما بنادم وهنا بنادم، عقل عقل، ولكن هنا تما الفساد وهنا ما كاينش الفساد، داكشي علاش الدوله دايره هكا، ماشي حيت عندها الموارد، راه كاينه دول ما عندهمش الموارد نهائيا طبيعيه، ورغم ذلك بحال الجابون راه دوله متقدمه ومتطوره، وما عندهم حتى شي بو موريد، عندهم حتى حاجه،
تم الحوت كيجيو يصيدوه في المغرب اللي كياكلوه، كيقيلوا يصيدوا في المغرب الحوت. بلادهم كلها جزر، كاينه ديكتاتوريات كاع، كاينه ديكتاتوريات بحال كوريا وبحال روسيا وبحال هذا، ورغم ذلك خادمين بلادهم، خادمين بلادهم. كتلقى الشباب في اقصى قنص ديال البلاد اللي هي بلاد واسعه ومناخها بعدك قاسي، يعني مناخها خصوصا في البرد قاسي بزاف. المغرب 365 يوم ديال الشمس وديال الجو، ورغم ذلك المواطن مسكين مقهور. انا ما تندفعش على المواطن، دابا انا واحد القضيه، انا ما بقيتش من دوك الناس اللي نهز الهم المواطن. هذه لا، انا كنهضر على قناعتي، كنهضر على رايي، هذا رايي، لانني جيت من عشت في واحد البلاد وانتميت لواحد البلاد، ودابا كيخلعني صوت ديالي كيبقى يدير ليكو. سكت بزاف. انا ما حيت لي حيت المواطن خصو يخرج يهضر على حقه. يجي عندك شي واحد يقول لك اختي حنا ما لقينا باش الدواء، وحنا ما لقينا باش نعيشو، حنا ما عندناش الماء، اختي هضروا علينا. علاش نهضر عليك اختي ولا خويا؟ علاش انا عندي اللسان وانت ما عندكش؟ انا عندي العقل وانت ما عندكش؟ كنا عندنا، هضرنا نضلنا درنا كلشي. انا شخصيا نضلت حتى عييت في المغرب، حياتي كامله في النضال، من نهار اللي حطيت رجلي في لافاك وانا اناضل في حزب الاتحاد الاشتراكي، ومن بعد النور الاشتراكي الموحد، وانا طالب بملكيه برلمانيه وباصلاح الدستوريه وبالتغيير في اطار ملكيه برلمانيه واطار عقد اجتماعي كيضمنوا لنا واحد الدستور. اجت الاصلاحات الدستوريه قبل، وجا الدستور ديال 2011، وشنو تغير؟ والو. دابا من الهوا العرش، ها هو عيد العرش دابا ديال 24، غير محمد السزيز اضرب 24 عام ديال الحكم. واش عباد الله 24 عام تقطاع ما كتحس به قوي، كتقول واه هذا القطاع صافي مشى بعيد، التعليم من سيء الى أسوأ، الصحه قالت ليه ما تعرفش، تشغيل الشباب، السكن، كل شيء. قلنا القطاعات الحقوق الاساسيه للمواطن شنو هي؟ هي الصحه والتعليم والسكن والشغل، هي الحق في الحياه بطبيعه الحال. ملي هذا كيدخل في اطار الحق في الصحه، يعني صحه الام الحامل وهذه راها جزء ربعه تلقاها كيتسمى الحقوق الاساسيه، هي اربعه، هي الصحه والتعليم والشغل والسكن. شنو داير فيهم المغرب؟ ما داير فيهم توزه الصحه، هما الناس اللي مهاجرين لكندا راه كيشوفوا، واخا تيقول لك لا الكيباك في مشكل ديال الصحه، مشكل فيه عدد الاطباء، ولانهم هما ما بغينش يكون عندهم عدد ديال الاطباء، عدد ديال الناس، يعني عدد ديال المرضى او المواطنين يفوق العدد المسموح به قانونيا لكل طبيب. ثانيا ما تنساوش بان من غير مونريال، لان فيها تكدس سكاني وكثافه سكانيه كثيره، بحال دابا مثلا ها انا في باقا في الكيبك، هادي راه الكيبك، هادي هاد المدينه ما عندوش مشكل، عندك طبيب الاسره كتجيك شي حاجه كتمشي لعندو، عندك شي حاجه خاصه كيصيفطك للوبيطال. هنا كاين ان غران اوبيطال، وماشي داغي كيغطي جميع دوك القرى الصغيرين المحيطين بصلابيغي. كنسول الناس يقولك ما عندنا حتى مشكل، ما كنتسناوش كاع. كيبك راه مغيال راه فيها ضغط. التعليم حديت ولا حرج ولا تسكت. الناس اللي كي كنقول الناس اللي كيجيو مهاجرين من المغرب وتيجيبوا وليداتهم باقيين تيقراو في الابتدائي ولا باقيين تيقراو في الثانوي، راهم كيعرفوا المستوى هنايا. جميع الامكانيات مرصوده باش الطفل
هنا اللي كيجي الطفل كيمشي يعني اللي مشى جا لهاد المنطقه فرانكوفون راه كيكون التدريس ديال الفرنسيه. حتى بالنسبه للكبار والدوله كتخلصك كتعطيك فلوس باش تقرا الفرنسيه. ملي كتمشي المنطقه اللي هي انغلوفون الدوله كتخلصك باش تقرا لونغلي. كنتي صغير كنتي كبير كنتي متوسط، والاطفال راه هما الممود العين ديال هاد البلاد. الاطفال والنساء هما الممود العين ديال البلاد. اذا بلا ما نهضروا على السكن، هو السكن غالي ولكن كاينه الامكانيات باش الانسان انه تيخدم تيقدر يشري دار ما تبقى كاع كاري. هذا هو اللي مهم. الشغل خلاص، الشغل هو اهم حاجه هنا، هو ان الشغل دائما كاين فيه العرض اكثر من الطلب. يعني داكشي ما كيتصورش. كون كندا تفتح الباب ديالها جميع المغاربه اللي باغين يهاجروا، ماشي غير المغاربه، جميع الافارقه والاسيويين تكونوا متاكدين غادي يجيو وغادي يخدموا ومازال يشيط الخير. يعني مازال ما يغطيوش داك الخصاص اللي كاين في الطلب على الشغل. لغوة دي كارت، هذا كيبيع غير لي كارت ديال لي جو. كيبيع لي كارت ديال لي جو جميع الانواع. انا خرجت للشارع. ايوا بركه عليكم، غادي نبقى غدا دابا في الشارع شويه ونمشي نجلس في واحد القهيوه نخدم شويه ونهبط للسونتربيل نتفرج انا وصحابي في السمع الستة. كاين واحد سبيكتاكل الموسيقى غراسوي كديروا المدينه. الى اللقاء مره اخرى.